نكو للقام ونوضعه للقام. من تعكس القوة تجاه علينا نقلعهم في الليل نرجعه ونقلعهم في الليل باش نوضعهم قدامها. إلينا تفجر بي واحد من الألقام آخرهم آخر الألقام. أحمد سالم لم يكن الضحية الوحيدة آنذاك. قرابة 3 عقود من وقف إطلاق النار بين المحتل المغربي وجبهة البوليساريو لتظل بعدها المناطق التي كانت مسرحاً للمواجهات إلى حقول ملوثة بشتى أنواع الألغام. غير بعيد من مخيم بوجدور يحتضن هذا المركز العديد من ضحايا الألغام، لكل واحد منهم قصة. فإبراهيم سالم لا خيار له الآن سوى أن يقضي ما تبقى من حياته يتركز على هذه العكازة. عندنا واحد من السيارة كانت عاطلة ورحنا قسناها ومشينا قايسينها وتركها معانا معايا جوج ثاني ماشيين في السيارة ورفع بين اللقمته وخلق لي هذا الخلق رفع للفوق ورجع وضربت عند الظهر العمود الفقري الثاني من هون مرغبها المرفق ديالي وترست له هاي التوركي تاعي والثاني لاشا شوي هي دور راسها يوم 28 في شهر 91 الواقعة هاي ومن بعد المستشفيات بعد الدواء وعدك تروح المدرسة هون جد المقر ضحايا الألغام تعلم شوي 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 إلين توصلت لها وآخر شيء هاو أوكي أسس هذا المركز من أجل احتضان ضحايا الحرب والألغام. هذا الإجرام اللي قام به المغرب في القنابل الفوسفورية المحرمة دوليا وقطعا عنه ما أخر شيء عن إبادة الشعب الصحراوي، ولهذا أسست الجبهة هذا المركز لاحتضانهم والأهمية بهم والعناية بهم. فيها بعض المعاناة الجسدية يقير ما 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 خاص ياك هو كبير، مثلا خالق الكراري استجبر معاناة في الكراري، استجبر معاناة وفي وسائل بعض وسائل النقل، ولله الحمد في وضعية مريحة. نحن كنا مقاتلين في الصحراء الغربية، زرع العدو المغربي ياسر من الألغام والأرض اللي تلوثت الأرض كاملة بشعابها وديانها تحرق الأخضر واليابسة على كل على طول. كان يوم من الأيام أنا ورفاق معايا ماشيون واحد اللوطو وسب مولانا على أن وقعنا في 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 في, في لغم مينا هي حيطت باللوطو، راحوا هما بجوج وأنا شفت إصابة في اليد وفي الرأس على بالك. شفت رحت درت العمليات طار هذا العظم اللي فوق طار قاع والجماعة مشاو الله يرحمهم، ولا وأنا واحد بزاف كاينين النساوي والأطفال اللي راهم قاموا بهم الألغام موجودين بزاف تابعين مواشي تابعين رعاة ما عندهم ذنب في شيء أسوشهم أبرياء أطفال نساء كل هذه الحالات وأخرى تفرض تحديات على الجمعية الصحراوية لضحايا الألغام في عملها التحسيسي بخطر انفجارها. تعمل الجمعية منذ نشأتها عام 2005 للتخفيف من معاناة الضحايا بتعاون مع هيئات ومنظمات دولية. أنا أصلاً ضحية لغم
مبتور الرجلين والذراع الأيمن. إلى حد الساعة 1700 شخص تقريبا عندنا محصية في رعاية البيانات، لكن فقط الناجين وفقط شرق الجدار. هذه الجمعية تحاول بما أمكن بما توفر لديها من تخفيف عن الضحايا، من حيث جذب بعض المشاريع، بعض المنظمات دعمتنا في هذا الإطار. وآخرا 2017 كانت يعني أونماس اللي هي منظمة أممية دعمتنا ببعض المشاريع الأغنام. المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام، ومنذ نشأته تمكن من تدمير ما لا يقل عن 10,000 لغم مضاد للأفراد و7,000 منها مضادة للدبابات شرق الجدار العازل حسب آخر إحصاء لها. في الصحراء الغربية أيضا يوجد تلوث بالمناطق بالقنابل العنقودية عفوا، والتي دمرنا إلى حد الآن أكثر من 10,000 قنبلة عنقودية، بالإضافة إلى الذخائر غير المنفجرة الأخرى التي يعني تم التخلص من أكثر من 12,000 جسم غير منفجر كمخلفات للحرب التي دارت على مدى 16 سنة في الصحراء الغربية. هذه الأرقام وأخرى وصمة عار في سجل المحتل المغربي، تعكس الوجه القبيح لتركته وانتهاك صارخ في حق الشعب الصحراوي للعيش معا في سلام ولو بعد الحرب. خالد مديشي معتمدين على مولانا ولا على الجزائر، أصدقائنا من الروح إلى الروح.